لتتشتت بعد ذلك كراتسي وتراق الكرات بشكل سريع. التراب تلعبها عرضية عالية، جول جول آخر جميل وبنفس الطريقة كذلك، هدف رائع عن طريق اللاعب المغربي، اللاعب المغربي عادل تعراب، اللاعب الذي يسجل هدف المباراة الأول لصالح فريق كوينز بارك رينجرز. لكن هذه الزاوية أصعب، هذه الزاوية أصعب اللي هناك، ضربت العارضة وتحولت إلى الشباك، لكن هذه في القائم الأيسر وإلى الشباك. شوف من جديد عادل، عادل إذا تعرب يسجل هدف التعادل وإصابة حارس المرمى كذلك.